كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. يأسي هذا النشاط في إطار احتفالات الشعب المغربي للذكرى 64 لذكرى المسيرة لذكرى عيد الاستقلال المجيد والذكرى 44 لعيد المسيرة الخضراء المظفرة. حدثا مثل مثيلاتها من الأحداث الوطنية التي نحرص دائما في جمعية صناع الحياة، هذه الجمعية الفتية التي تأسست منذ 4 سنوات، في كل سنة يعني حريصين على أن نقوم بالاحتفال بهذه المناسبة لترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالوطنية والانتماء لهذا الوطن العزيز. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.